أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري. ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن دييغو زوريا ومدري مكاتب المنظمات الدولية في عدن الاحتياجات الأساسية في المناطق المحررة بالمحافظة. وأكد طاهر على أهمية زيارة وفد منظمات الأمم المتحدة للاطلاع على معاناة أبناء الحديدة عن قرب والعمل على إنشاء مشاريع مستدامة يستفيد منها النازحون. عقد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريا ومدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي لقاء موسعا بمديري مكاتب الأوقاف والإرشاد وممثلي منظمات المجتمع المدني في الساحل الغربي. وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية الدور الذي تطلع به منظمات المجتمع المدني والخطباء والمرشدين في تطبيع الحياة والتخفيف من معاناة الناس. هذا وأكد المشاركون أهمية زيادة دعم المنظمات الإنسانية لأبناء الساحل الغربي. قال قياديان في ميليشيات الحوثي في تصريحات خاصة بوكالة أسوشيتد بريس أنهما جندا مئات الأطفال خلال الشهرين الماضيين على الرغم من سريان اتفاق الهدنة الأممية. المسؤولان الحوثيان قالا إنهما لا يريان مشكلة في هذه الممارسة، وجادلا بأن الصبية من عمر 10 إلى 12 عاما يعتبرون رجالا وأنهم ليسوا أطفالا. وكشفت بيانات أممية عن مقتل نحو 2000 طفل جندتهم الميليشيات بين يناير 2020 ومايو 2021. دعت الحكومة الدول الصديقة في أوروبا إلى منع الجهات التجارية عن بيع آثار يمنية في مزادات عدد من المدن الأوروبية. أوضحت وزارة الخارجية في بيان بأنها رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية، وطالبت الوزارة بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية لكونها آثارا يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. وطالبت الوزارة الدول الصديقة في أوروبا بمنع الجهات التجارية التي أعلنت عن بيع آثار يمنية في المزادات إلى وقف تلك الإجراءات. وجه معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس مديري عموم المديريات ومكتبي الأشغال وصندوق النظافة والتحسين بضرورة النزول الميداني والعمل على أرض الواقع لمواجهة ومعالجة مشكلات المجتمع. وشدد لملس في اجتماع على أهمية تنفيذ توجيهات المتفق عليها الخاصة بمنح التراخيص والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة والتحسين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.